أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم تستقر وتعمل وتستثمر في دبي، الإمارة الخليجية التي تنمو بسرعة مبهرة. ففي فترة وجيزة لا تتعدى ربع قرن، تمكنت دبي أن تتحول إلى مدينة عالمية بطراز عصري حداثي لم يألفه محيطها الخليجي، لكنها أيضاً أرست دعائم ثقافية تناسب كونها مدينة عالمية تعبر عن طموح جميع سكانها وتوفر لهم باختلاف هوياتهم مساحات للتعبير وفضاءات للإبداع. شهدت إمارة دبي خلال الثلاثة عقود الماضية تطورات اقتصادية جذرية، فأصبحت مركزاً تجارياً هاماً، حيث تعتبر العاصمة الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة. الاقتصاد الحر والنشط في الإمارة وعدم وجود نظام ضريبي لعب دوراً كبيراً في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، فقد أمضى حكام دبي على مدار العقود الماضية في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، وكانت هذه المبادرة المستنيرة سبباً رئيسياً في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي. فتعددت المشاريع الاقتصادية الكبرى والتي تشمل دبي مارينا وأبراج بحيرة الجميرة وخليج الأعمال وجميرة جاردن سيتي والقرية الثقافية ومدينة دبي العالمية. أما قطاع السياحة في دبي فهو يشكل في الوقت الحالي أحد أهم الروافد للدخل الوطني، في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة. ومن أبرز المعالم السياحية والتي أصبحت من المعالم الحضارية وهي برج خليفة، أعلى الأبراج في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه 828 متراً، ويحتوي على العديد من الوحدات السكنية والمطاعم الفاخرة والمناظر الخلابة، وأيضاً الفنادق والتي أشهرها فندق أتلانتس. ويمتاز هذا الفندق باحتوائه على العديد من الغرف الموجودة تحت الماء والتي تستطيع من خلال زجاجها رؤية الحياة البحرية عن قرب، ودبي مول والذي يعد أكبر مول تجاري في العالم، وجزر النخيل التي تعد إحدى معجزات القرن 21، حيث تم تشييدها بشكل رائع وغريب في عمق البحر على شكل شجرة النخيل. للإخبارية إيناس عبدالله.